بالسنة الثالثة لهذه الأزمة في إن شاء الله لا. تركيا، ومع انه كانوا الكتار متوقعين انه بتخلص بسرعة وخلص وسائط بشار الأسد، وبعده بعد ما خلص شيء يعني. ولا لقلك أنا بالحقيقة بشار الأسد سقط من أول ما بلشت الثورة، أنا برأيي كمراقب من برا. ما لا، إنه يرجع عن العراق بيرجع لورا، ما ويحكم في، رح سوريا يرجع لورا. وبشار الأسد أحد الشركاء بالحكم، لا هيدي صارت قصة مستحيلة. ما بقى لوين؟ يعني انه بمعنى نحن كـ14 أداة؟ ايه هاجمين لقدام، وانه لا اكيد نحن منا هذا هاجمين. المحور بلش ينهار، او بلش احد ابرز حلقاته يعني او رموزه ينهار، وبالتالي فينا نضلنا مكفيين لقدام، لانه كل حلفائه رح يتراجع وضعهم معه. مش هيك، لا نحن هي نحن المواجهة ضد انه حزب تطرحوا، هلا عم تطرحوا حكومة حيادية ما حدا نحن مبين عم فيها نطرح يعني. اسقاط هذه الحكومة. اوكي طيب، بس تشكيل اي حكومة اخرى، تشكيل اي حكومة اخرى، طب ما بده يكون فيها حدا يعني يمثل، اذا مش من حزب الله على الاقل يعني يكون يمثل هذه الشريحة. حتى ما انا بدي اقول صار في حكومة انتقالية ومن وسطية التكنوقراط والى اخره، تكنوقراط. ايه طب بعد الانتخابات النيابية بدكم من تسمونهم يعني آلة الخط الفلوتي، لقلك شو سدوا اللي بعده. ما بعرف في دولة قطع اللي اخدينه، وخصوصا في الدعوة اللي وجهها الرئيس نبيه بري لاستقبال الرئيس الأرميني، يبدو انه الغيها، رجع الغى هذه شاطر الرئيس الدعوة بري، شاطر. للجلسة لا جرب يزركنا محلين العامة في مجلس ما النواب بتزبط. رئيس بلد آخر، هو جرب. يعني انه في مناسبة معينة ما لا لها هيدا عليها يعني، مش عم مناسبة تبحثوا بعمل في انتخابات عميد نيابية برأيك؟ نعم لمحطة محطة ديمقراطية، يعني الشعب اللبناني ما بده يضل يضغط علي. العميد المتقاعد بقطيشة، شكرا لحضورك، كل المشاهدين ايضا، والى اللقاء.